اهلا اهلا، معاكم مهم قناه مزداري. الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. معلش انا مش باينه كالعاده، بس بعد شويه هبين. فبدي النهارده نرجع تاني نعمل فيه فلوج جديد، فخليكم معايا. اوكي، وصلنا الجراوند. هيا بنا. عايزة اقول لكم ان الجو اليومين دول حر موت، درجة الحرارة خلاص قلبت درجة الحرارة كام؟ 31. حر حر يعني. عادة بصحى الصبح مثلا بردانة ولا خلاص بطفي التكييف. النهاردة بصحى حرانة اساسا. كنت بقول لكم ان انا محتاجة اروح الصالون، محتاجة عندي مشوار من البريد. دلوقتي النهارده يوم ايه؟ النهارده الاربعاء. اروح على الشغل دلوقتي ان شاء الله، بعدين هخلص. في لما يكون وراكم كميه حاجات، بس لو ايه ابدا منين ولا منين؟ بس هروح دلوقتي الشغل. لو قدرت انزل اتغدى هوريكم اصور لكم. لو ما قدرتش لو ما قدرتش خلاص بقدم. باي. انا عارفه انه انا نسيت اصور امبارح اي حاجه، فالنهارده يوم جديد للاسف. نسيت والله من كتر الانشغالات وكده نسيت. فالنهارده بس كده على السريع يعني، بسرعه بسرعه صحيت حتى اشوفه يعني لابسه اي كلام حرفيا. عندي بريزر في السياره يمكن البسه. عملت قهوتي، يلا بينا. ابشركم ده مش بيدخل جوه هنا، شوفوا مش داخل، وطبعا ممكن مع اي حركه يقع. وبعدين افضل ماسكاه طول الطريق كده، افضل ماسكاه كده طول الطريق. طب نجرب حطه هنا ثانيه. لا برضه مش داخل ولا هنا داخل. البنات وهجه. عامل ايه دلوقتي؟ حطيته تحت حد بس اما اخلص والبس الحزام والشمس. بس النضارة في شمس. نسيت البس ده للشغل كمان، خليه هنا بلبسه وانا نازلة. انا مش عارفة مالي النهاردة كده، في حاجة غلط تحسه. anyways انا بفكر اصلا اشربها دلوقتي لانه مفتوحة هي من فوق، يعني ده مش اللي هو تاخدوه معاكم وكده، ده ممكن تبرد في اي وقت. كنت بقول لكم كان في بليزر اوريدي في السياره، طلع ما فيش بليزر في السياره. مش عارفه انت سامعني ولا لا. خليني اقلل التكييف عشان تسمعوني او اقفل ده. اوكي انا متازمه وانا ماسكه ده كده والله العظيم. اخر مره. اوكي جدول النهارده. خلص شغل ان شاء الله. هروح على كارفور اشتري شويه حاجات. فمش عارفة في اتنين كارفور يا اما تبع فيلاجيو او قطر مول. طيب يعني الناس اللي مش عايزة في قطر واقفين، فيلاجيو قريب ولكن النهاردة الخميس. انتوا متخيلين هيبقى زحمة ازاي؟ هيبقى زحمة جدا. ايه الزحمة دي اصلا انا شايفاها قدامي؟ مش عارفة. هيبقى زحمة جدا. تاني شوية بعيد، مش بعيد بعيد يعني شوية بس، يعني فاضي نوعا ما لانه اكبر. بس والله ده اللي هنعمله النهاردة. المفروض اني عندي موعد دكتور عيون. يس عندي موعد دكتور عيون النهاردة، اعتقد النهاردة هشيك. والمفروض ان انا كمان عندي دكتور موعد دكتور اسنان. بالشكل ده هسحب عليه لانه الصراحة مش طالبة معايا وجع اسنان الفترة ديت. حاجات كتير عايزة اعملها بس مش ابدأ منين ولا منين. anyways بس كفاية رغي، هروح الشغل ولو في حاجة انترستد في الشغل هصورها لكم. اوكي باي.
وصلت اخيرا، والقهوه طبعا بردت. مش قادره اقول لكم الزحمه اللي كانت موجوده، بس الحمد لله اخيرا وصلت. هيا بنا. ما بردتش الحمد لله، كويسه زي ما هي. هيا بنا. انا نسيت اصور كل حاجه، بس احنا جينا قطر مول لانه عايزين ناكل. This one. Which the one? Old fashioned. It calls old fashioned? Yes. Really? Where's the burgers? Kraft burgers? Yes. Me too. I think I would take the same. Yeah. Because old fashioned. It's like, you it know, looks the so look. Juicy. Yeah, it looks so juicy. Right? Yeah. But I hope. Try this one. Check this one. California. What? Oh my god, it looks very nice, Eliana. The Carolina burger. صح؟ They have milkshakes. I think I like this. Because there's bacon. You like bacon? Yeah, I like bacon. Yeah. But this is beef. I will take this. The Texan burger. Okay. I don't think so. طيب هما كانوا حاطين عرض انه نضيف 29 ريال ونضيف سايد دش. Only سايد دش or two سايد دش؟ One or two؟ He said one. No, one. One sides and one drinks. Only one? Yeah. Okay. So we should choose different, right? Right? That same. Yeah. Hi. Yes, is it two side dish or only one side dish? For one burger, one side dish, but it already comes with fries. So burger okay. Plus fries plus side dish, but not any. We can add mac and cheese, house salad, teriyaki broccoli, cheesy fries, truffle fries, or any wings. Why yours looks so yummy? Why? Huh? يخي, mine is... I don't know, but it's nice. خلاص, I will drink it يعني. So, جبلنا السلطة. أنا خدت الفراولة بتاعتها. Korean barbecue. Okay. You guys, مش ممكن. حاطين gloves by the way. There's gloves. You want to use it? Yeah. إيدي خلاص راحت فيها. Ah, choose yell. Look at my hand. Imagine I swipe that here. Huh? Diana, imagine that I swipe my hand on your jacket. What will happen? What you will do for me? She's laughing. I will just wash it. Show me. Ah, I like it. It's nice. Brown? Or? This is... Ah, Diana, this is very nice. Right? I like it. So it will help your eyes. صح؟ Bigger and shinier. Yeah. It's so good. حاليًا المفروض هتحط لي القطرة اللي هي بتكبر العين، بتكبر البؤبؤ عشان الدكتور يشوف أحسن. وقاعدة بستنى. You guys مش شايفة أي حاجة، كله مزغلل في وشي، بس مش شايفة أي حاجة حرفيًا. مش مبين اي حاجة اصلا في عينيا ولا لا. امبارح ما عرفتش اصور اي حاجة طبعا، لانه روحت البيت عينيا كانت مش شايفة اي شيء، like literally ولا اي شيء شايفاه حرفيا. بيكتبولي على الواتساب مش عارفة ارد، الناس بتتسلي مش عارفة ارد، برد كده عارفين لانكم حافظين اماكن الحروف واماكن الحاجة بس فبتردوا. عدا عن ذلك انا كنت شايفة اي حاجة، فقلت استريح وكده، وبعد كده تاني يوم اما نشوف يعني ايه اللي حصل.
النهاردة تاني يوم والوضع كما هو. مش كما هو كما هو يعني إن هو أنا مش شايفة برضو أي حاجة لسه يعني، لا الوضع أحسن شوية من الأول، لسه شايفة أحسن من الأول بكثير، بس استيل شوية مغبش يعني، لسه شوية مش شايفة كويس. فحسيت بالناس الكبيرة لما يدوك التليفون ويقولوا لك خدي قري مش عارفة ايه، ولا خدي قري دوت، ولا خدي اكتبي لي دوت، ولا ايه اللي مكتوب هناك ده، كان الوضع مأساة بجد. كنت متضايقة جدا، شعور مش لطيف خالص، بس فما كانش حاجة حلوة يعني. النهاردة اخلص شغل ان شاء الله، وبعدين هروح اقابل صحابي، ما عنديش حاجة تانية اعملها، بس هخلص وهروح اقابل صحابي وكده. كنت طالبة طلبية من شي ان، وصلت وفتحتها بس ما بصتش عليها يعني، بس فتحتها كده خلاص، عارفين زي سكان كده على السريع. فلو رجعت وكان في وقت قبل ما اروح اقابل صحابي هوريكم الحاجة اللي انا جبتها ان شاء الله. والبلد مغيمة بقالها فترة، تحسوا ان هي هتمطر، هي بتمطر بس بتمطر المطر الخفيف ده عارفينه، هو يدوبك بس بيبهدلك السيارة وخلاص. بس والله النهاردة حطيت كده مكياج بني ورش بني، شايفين كده. هو المشكلة ان انا حاطة الموبايل تحت قوي، انا عارفة المفروض تكون هنا فوق هنا كده في مستوى نظري، بس محطوط كده تحت ومش عاجبني مكانه. بس هو ده مكان التكييف اللي ممكن اثبت فيه الحامل بتاع التليفون. بس اشوفكم في الدوام، باي. صباح الخير بنات، عايزة اقول لكم اشتريت البطانية دي من كارفور لما رحنا اخر مرة، انا نسيت اوريكم والله الحاجات اللي انا اشتريتها. مهم هي كده البطاطين الخفيفة دي، عارفينها اللي كده، رهيبة رهيبة، لان ناعمة جدا، مش عارفة قادرين تشوفوا قد ايه ناعمة وخفيفة. الجو دلوقتي بقى حر خلاص، ف حلوة احسن من المفرش اللي كنت يعني بتغطى فيه قبل كده، تقيل الصراحة ويعني كان بيحررني بالليل. المهم هروح دلوقتي اعمل كابتشينو، انا عادة بشرب الكبسولات دي اللي هي من دولتشي جوستو، حلوة الصراحة. انا الماكينة بستخدمها من تقريبا من 6 سنين 7 سنين، ويعني غيرت كذا واحدة يعني، جربت كذا واحدة انا وصحابي. وبس هعمل كورن فليكس كت كات دوت، لقيت واحد صاحبتي مصورة وهو في كارفور، شكله مغري الصراحة، بس ما لقيتوش في كارفور فطلبته من طلبات مارت، بس على كلام صاحبتي ان هو طعمه زي الشوكو بوبس، مفهوش طعمة الكيت كات، حتى مبين على فكرة من الصورة. بس يلا نجرب، انا عارفة ان هو فول كالوريز، بس حابة اكل حاجة سويت النهاردة كده. بس هفطر وهوريكم الحاجات او الطلبية اللي طلبتها من شي ان على السريع، خلينا نجرب دوت واقول لكم رأيي فيه لما اخلصه. اوكي هيا انا مش سامعة حبيبي بتقول ايه؟ لا عايز تطلع فوق؟ لا اطلع طبعا، شاف كورن فليكس اكيد. ها؟ ما هزوزي حليب المرة الثانية فوق اطلع دي اجهدها. نعم حلو حلو. نعم هاي زر ايه؟ هاي زر؟ لا ماما بتقول ايه؟ زين هذا لزين؟ لا لا هذا لمها، زين ما بياكل هاي الاشياء. بابا زين ياكل بيض، ياكل حاجات تانية حلوة. اوكي هذا لمها. لا ليش؟ عايز ياكل منه. طيب بنات للأسف الشديد وانا بمنتج الفيديو تاني يوم اكتشفت انه اكتشفت تاني يوم وانا بعمل مونتاج للفيديو ان الفيديو اتمسح، الفيديوهات كلها اتمسحت وما لقيتش الحاجات اللي انا صورتها بتاعت شي ان. يلا مش مشكلة، خليني اوريكم جبت ايه. جبت المروحة ديت اللي بتشتغل باليو اس بي، انه اوصلها باللابتوب وكده وتبقى مروحة يعني على المكتب، هي بتتفتح بالطريقة ديت، بيبقى ده شكلها، تبقى واقفة كده. ويعني جربتها وكانت شكلها القوة بتاعتها يعني عادية مش وحشة، ماشي حالها. اوكي تاني حاجة جبت الكفر ده بتاع الفرش، اكتر حاجة عجبتني فيه ان هو
واقف عشان على السرير انا، فمش عايز يثبت، ولكن هو بيفضل ثابت كده، تحط جواه الفرش. واحلى حاجة ان ده بلاستيك، فمش هيتبهدل، مش هيبهدل يعني لو فابريك او قماش او جلد مثلا هيتبهدل من الفرش. دي خدتها علشان احط فيها الفرش بتاعتي لانه بسافر كتير، فبدل ما احط الفرشة في الباوتش واقعد الفها فاين عشان ما تبهدلش الباوتش، فدي احسن حل، مش هخاف عليها. ولو اتبدلت من هنا او حاجة، معلش صوتي انا شكلي همرض، شكلي همرض، الله اعلم، ربنا يستر. الجو حر، ومن حر البارد، من حر البارد في المكيف وكده، فربنا يستر. المهم انه المكان ده لو اتبهدل مثلا وجي عليه مكياج اقدر امسحه بوايبس بكل سهولة، فمش هيحصل له حاجة. تاني حاجة اخدتها، او تالت حاجة بقى، النوت الستيكي نوتس ديت، اوكي، عجبني شكلهم جدا. انا بحب اي حاجة على شكل القمر والنجوم والكواكب، الحاجات دي كلها بحبها الصراحة، عجبتني قوي. ولكن الكمية يعني شايفين ممكن اخلصها في اسبوع اصلا من كتر ما بستخدم الستيكي نوتس، ولكن بكل الاحوال شكلها جميل. الورقة على فكرة خفيفة مش تقيلة، which is حاجة انا بحبها، محبش الورق التقيل، ولكن شكلها حلو قوي. المهم اللي بعده اخدت الكوستر ديت، اوكي، معلوماتكم بنات الحاجات دي كلها للدوام يعني، اوكي، فهوريها لكم لما اجي احطها في المكتب ان شاء الله، هوريكم شكلها عامل ازاي. اخدت الكوستر ديت، بس للاسف اعتقد ان انا اخترت اللون الغلط، لاني كنت مختاره لون وردي فاتح، اللون ده مش قد كده يعني، حسيتها كده كانها تشيب، ولكن بالمقبل شكلها حلو، ولكن كان كلون يعني بحس اللون التاني كان هيبقى احلى. وكمان اخدت القطعه الجميله قوي 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 ديت، انا بحب الحاجات دي جدا. هي يعني زي مقلمه تحط فيها الاقلام مثلا او الفرش مثلا او اي حاجه، انا خدتها بس عشان ممكن تحطوا فيها ورد على فكره كمان، لان هي اوريدي مفتوحه من هنا، فممكن ان احنا نعبي فيها ميه، والمكان ده مقفول يعني، هي مفتوحه بس مقفول بقطع بلاستيك، شايفين هنا، اوكي، فممكن نحط فيها ورد صغير مثلا او حاجه، ممكن نحط فيها اقلام، ممكن نحط فيها الفرش، شكلها جميل قوي. وكمان اخدت الباسكت دي مع المقلمة ديت كمان، انا مش عارفة ليه جايبة دي بدان في دي بصراحة، انا شكلي نسيت، بس حبيت ان هما كده طقم. دي بيجي منها اعتقد مقاسين او ثلاثة مش متأكدة، بس هي مقاسها كويس يعني، شوف مثلا مقارنة بايدي مقاسها كويس، اوكي، ولونها طبعا خيالي روز جولد، انا بحب الحاجات اللي تبقى روز جولد، والكواليتي حلوة جدا. وكمان اخدت الماوس باد ديت، دي مش ماوس باد بس يعني، دي للكيبورد كامل وكده، لما افردها ان شاء الله على المكتب هوريكم شكلها عامل ازاي. انا مش عايزة افتحها لانه هتبهدل فيها لما اروح بيها الدوام، فخليها كده الاول، وبعد كده لما احطها هوريكم شكلها ازاي. اوكي بنات، والحاجة كمان اللي اخدتها، اخدت فرشة الشعر دي، الفرشة دي تقليد للماركة التانية، انا معرفش اسمها ايه، بس سعرها مبالغ فيه يعني، فرشة شعر مدري 200-150 حاجة زي كده، انه ليه، فلقيتها بشيئن بالصدفة وقلت اما اجربها يعني، كانت بيني ب12 ريال مدري 15 ريال، والله بصراحة مش فاكرة. رهيبة، بصوا السنون بتاعتها ازاي، السنون بتاعتها اعتقد يعني ان هي بلاستيك مش سيليكون، بس شايفين ازاي. طبعا انا بستخدمها او استخدمتها امبارح، خطيرة، بتفك التشابك بسهولة، بتسرح، ما بتوقعش الشعر كتير، معرفش ايه التكنولوجي بتاعتها معمولة ازاي، ولكن صراحة احسن فرشة شعر استخدمتها في الفترة اللي فاتت كلها. وعلى سيرة فرشة الشعر، جبت دي كمان، التول ديت اللي هنا، من هنا بلاستيك ومن هنا كده فيها سنون ومتنية من فوق زي ما انتوا شايفين كده، دي علشان لو في شعر في الفرشة بتاعتك تقعدي تنظفيه كده. وطبعا طبعا طبعا استخدمتها يعني، الا ما يكون في شعر وقع يعني اكيد، بس طبعا compared مثلا بالفرش التانية اللي كنت بستخدمها، لا دي ما وقعتش شعر خالص، جبت بيها الشعر كده كله اللي وقع في ثانية، في ثانية حرفيا طلعت كل الشعر. دي حاجة اختراع حرفيا، حلوة جدا بالذات البنات مثلا اللي بيوقع شعرهم كتير في الفرشة وكده، ومع الوقت ما بتعرفيش تشيليه مثلا او بيتراكم جوه كده، خلاص خلصت بجد. ودي كمان استخدمتها امبارح، دي عبارة عن مشط للرموش، اوكي ازاي، طبعا انا استخدمتها فاوريدي هتلاقوا عليها ماسكارا، فكده شكلها بنات، اوكي. السنون دي مش حادة قوي، بس برضو يعني خلوا بالكم وانتوا بتحطوها وكده وانتوا بتسرحوا رموشكم، لانه ممكن لا قدر الله تدخل في العين يعني، ف
انا وانا بستخدمها الصراحه كنت خايفه، بس يعني هي ليها طريقه معينه كده، لو عملتي لفوق اكتر بدل ما تعملي كده لجوه، يعني بدل لجوه اعملي لفوق كده، مش هتيجي في العين يعني باذن الله. بس ما حسيتش بالفرق الواو، ولكن اذا الماسكارا بتاعتك اللي انت بتستخدميها بتكلكع، دي هتبقى اختراع مفيد جدا، لانه بتفكر لك كل التشابك اللي حصل من الكلكعه ديت، وكمان بتشيل الزايد. فكل يعني كل مره تستخدموها امسحوها بقى فاين مثلا او وايبس عشان تشيل لكم، تبقى نظيفه يعني سوري، وتشيل بقى الماسكارا الزايده. احلى حاجه ان جاي معاها كفر كمان احتياطا علشان نغطيها بيه. كمان جبت الفرشه ديت او المكياج دوت من مكياج شي جلام، دي عباره عن حاجتين، خليني اوريكم. اوكي، مكان فيه فرشه، طبعا انا استخدمتها برضو امبارح، مكان فيه فرشه والمكان التاني بلاشر. شوفوا كده، خليني اوريكم درجته على الايد ازاي. شايفين اللون؟ اللون طبعا حلو جدا. للاسف الشديد الفرشه يعني مش قد كده، هي اللون كلون حلو بيندمج بسهوله جدا. شايفين اللون بجد جميل جدا، انا بحب الالوان دي. امبارح استخدمتها على عيني ووشي وحطيت منه كاروج، رائع وثباته طويل، ولكن الفرشه مش قد كده يعني، لانه بصوا قصيره، ما حسيتهاش الحاجه اللي هي يعني عمليه. انا فكرت دي مثلا ارميها في السياره واسيبها وكده، علشان مثلا لو طالعه وعايزه احط مكياج على السريع استخدمها في كله. بس الفرشه لا، الفرشه ما عجبتنيش، ما بتمدكش الحاجه بسهوله، ولكن هو لوحده بيندمج بسهوله جدا. جيت على الفستيفال وعجبني البنطلون ده، شوف كتان جاي معاها قميص زيه بالظبط، حلو. شوف كمان ده حلو قوي، شوفوا في ابيض كمان، بس حسيت هيكون في شوف هيكون شفاف في اللون ده، بس حسيته فاقع. بنات شوف الفستان يجنن، خطير. بس من فوق حلو قوي، في حاجات تنفع في حاجات لا. شوف الفستان ده حلو كمان، تاكي زونا. او ماي جاد بنات، نفسي تشوفوا قد ايه بارده الخامه، القماشه تحفه. اوكي اخترت ده، هو طبعا لونه في الحقيقه احلى من الفيديو بكتير، واخترت نفسه ده للكتان، هقيسهم واوريكم. عندي مشاعر متلخبطه ناحيته، اعملوا سكيب للشراب. عندي مشاعر متلخبطه ناحيته، يعني مش عارفه اذا كان حلو ولا وحش. انتوا ايه رايكم بنات؟ انا عندي زي بالظبط بس اسود، وشوية الكم طويل زي ما انتوا شايفين، واسع يعني، احسن اخد مقاس سمول. يجنن بنات، حلو قوي. ممكن اسيبه مفتوح، ممكن اقفله، خيالي. شوف البنطلون ازاي مريح، لونه بيج كتان، حلو قوي عجبني. في منه الوان كتير، كنت اتمنى لو في كحلي، بس كان في الوان كده مش قد كده يعني، مفيش غير البيج والاسود. ده بحسه احسن شويه، بس حاسه عايزه اجيب اظبط شويه من البلوزه، حسيتها ديزاينها مختلف عن البلوزه التانيه، بس حسيته احسن يعني. بس اللون مش عارفه، محتاره. شوف انا جيت على زارا، شوفوا جيت على زارا، عجبني دوت، بس اختي ما عجبهاش، بتقول وحش مش عارف. انتوا رايكم؟ انا بحب اللوفرز الصراحه، بحب الستايل ده جدا. الله حلو قوي، كعب قصير بيبتين، بس لقيت واحد تاني زي الجينز جربته بس طلع ضيق. او ماي جاد بنات، شوفوا بعد ما دفعنا وجينا على زارا لقينا دول نفسهم بالظبط، نفسهم كتان، وفرق السعر رهيب يعني، التانية بتلتمية وشوية، دي بمية وتمانين، بس مفيش بيج. شوفوا دي الألوان اللي موجودة، أخيرا استراحة كان محارب.
سبع ما فيه. انت كيف؟ يم يمي. ها كوفي. ايوه دي كوفي. ودي ايه؟ لا دي مش كوفي، دي ايه؟ كوفي. ودي ايه؟ كوفي. لا دي مش كوفي حبيبي، دي ايه؟ هوت شوكليت. صح هوت شوكليت. ززة هاي هوت شوكليت زونة. وهاي ايه؟ هاي كوفي. بس الشنب. ايوه احنا جينا على دري وانا ما لقيتش الماكرون اللي انا بطلبه اللي هو كوتد بال هازل نوت شوكليت، فبس اخذت الاوت. بس بنات خلاص انا تعبت، انا بس كنت اصلا جايه على الفستيفال عشان بس اروح منافي عشان اشتري ماكينه القهوه. سو جبت كمان من كولاريكس الوايبس دي، عمالة امشي زجزاج من التعب. خلاص رايح البيت، نفسي في قهوة بصراحة، فممكن اعمل واحدة والعب شوية على الايباد وانام. الفستيفال بجد من اكتر المولات اللي بحبها لانه خلاص فيه كل حاجة وسهل، يعني هم شارعين انا بسميه شارع وممرين وتوصلي ليهم بكل سهولة، فاهمين؟ فهو بحبه عشان سهله، عشان سهل في حاجة زي كده يعني. بس خلاص بدأ يفضل مول، محلات خلاص بتقفل. والله كنت عايز اروح جوملون مرة تانية بقى. بكرة السبت، عادة السبت مش بعمل اي حاجة غير اقعد اخلص شوية شغل وبس، ما بخرجش يوم السبت لانه بيبقى تاني يوم دوام وكده وما بحبش اعمل حاجة. اوكي باي.